السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم على كل الشعب العراقي وكل عام وأنتم بألف خير. البداية من أخبار منتخبنا الوطني، حيث أكد مدرب المنتخب باسم قاسم أن جميع اللاعبين سيلتحقون بمباراتي الأردن وكوريا الجنوبية الوديتين باستثناء المحترف جوستين ميرام الذي سيتخلف عن المباراة لأسباب إدارية. وأوضح الفترة قصيرة جدا ولم تسمح لنا بإضافة أسماء جديدة باستثناء إضافة أيمن حسين وفهد طالب وأحمد عبد الرضا، مؤكدا أن القائمة ستشهد إضافات أخرى قبل مباراة الإمارات. يشهد يوم غد الاثنين عودة كلاسيكو العراق لآسيوي مرة ثانية، حين يستقبل نادي الزوراء ضيفه القوة الجوية في أياب نصف نهائي غرب آسيا لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، وذلك على ملعب حمد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة الساعة 9:30 بتوقيت بغداد. وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف. واختارت لجنة التحكيم في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقما سعوديا بقيادة الحكم الدولي تركي الخضير لإدارة المباراة، ويعاونه كل من فهد العمري مساعدا أول وخلف الزيد مساعدا ثاني وشكر الحنفوش محاكما رابعا. والآن لأخبار مباراة رفع الحظر عن ملاعبنا بين المنتخب الوطني والمنتخب الأردني الشقيق، حيث أكملت البصرة استعداداتها لاستقبال المباراة والأشقاء، وتم تعيين طاقم تحكيم دولي بحريني لقيادة المباراة مطلع الشهر المقبل في البصرة، ويتألف كل من علي حسين الساهيجي حكما للساحة، ويساعده كل من الدوليين إبراهيم مبارك وفيصل شبر والعراقي سالم عامر حكما رابعا. وكذلك تم طرح تذاكر من المباراة التي ستقام مطلع الشهر المقبل 1/6 في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت بغداد على ملعب البصرة الدولي. المباراة ستكون منقولة على أكثر من قناة عربية ومحلية ستعلن لاحقا. وهذه هي الأماكن الرسمية لبيع تذاكر المباراة. وعلى الجمهور الحذر من شراء البطاقات المزيفة. التأكيد يعني بالنسبة للناس اللي داخل، تأكد من عدم تزوير البطاقة بها فسفور بالخلف، تأكد من عليه وسعرها 5000 دينار أو أكثر. باللافتات العنصرية والطائفية، يعني شنو هو تعريف الطائفية العنصرية مختلف عليه؟ يعني اليوم مثلا لو رفعت لافتة كلا داعش، ما يحتاج افرض واحد يتطخت براسه، لا نشيلها. شوف داخل الملعب شلون راح تقدر لها ستين يعني بلد. هسه احنا اخو انا رجال مسحكي، انا رجال يعني حجدي ورجال دائم قد موقف يعني بالمعارك كذا مع داعش، بس احنا دا نحكي اليوم عن منظومة لها معاييرها. انا ادخل اليوم في بيتك وبيتك الى حرمته، انت الى نظام، هو مو بكيفي اتصرف، اتصرف حسب قدسيه بيتك وانت اللي فاليوم احنا اكو بيت، هذا البيت اليوم بيت الفيفا، خلي واحد يعرف ملاعبنا اليوم بالذات الدوليه هي بيوت الفيفا وفيها معايير وضوابط، علينا ان نطبق هذه المعايير. هسه انت تريد تطلع لافت اخو، اطلع من الملعب وشيل يعني خارج الملعب عادي، يروح بخارج الملعب وقف مثلا في الممرات في شارع من شوارع البصره، في الفلكه، في حديقه، هو عاجبه يم الملعب يعني الا هنا ما تصور طبعا. شوف ما موجود عند شباب ما صار